رسالة المياه الفلاحية فرحة بمشاركتها في الأسبوع المغربي بنواكشوط، اللي يعني نحن نثق بالعلاقات التجارية والفلاحية بين البلدين والمستقبل واعد إن شاء الله. هذه ما هي إلا بداية وأول تجربة، وغادي إن شاء الله السنوات المقبلة تكون سنوات يعني تمشي للقدام في إطار العلاقات التجارية والفلاحية بين البلدين. بالنسبة للمشاركة ديال وكالة المياه الفلاحية كانت عبر عرض كيقدم فرص الاستثمار بالنسبة للقطاع الفلاحي للمستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين الموريتانيين، اللي يمكن لهم الفرص الممنوحة لهم لمشاركة في مغرب مخطط مغرب الأخضر، اللي هو مخطط وزارة الفلاحة في مجال التنمية الفلاحية. دونك المغرب مفتوح في وجه هاد المستثمرين من أجل إنجاز مشاريع في المغرب على أراضي ملك الدولة، يمكن لهم يشاركوا ويستفدوا من جميع المنح الممنوحة للمستثمرين المغاربة، يعني المستثمرين الموريتانيين يمكن لهم يجيبوا الأبواب مفتوحة في وجههم باش يديروا مشاريع في إطار الدعم الأولى وكيستفدوا من جميع المنح، والمشاركة ديالهم كتكون بنفس الطريقة اللي ممكن مستثمر مغربي يشارك بها.